بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. بداية، أسعد الله أيامكم أيها الأخوة أيتها الأخوات بميلاد إمامنا الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، السبط الأكبر، سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الخطبة الشعبانية نقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. الأيام، هذه المناسبة، هذا الوقت، وقت فرح، وقت سرور، وقت ولادة إمام من أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم. لكن السؤال الذي يخطر على بالي وقد يخطر على أذهان كثيرين هو أنه في وقت السرور، في وقت الفرح، في وقت سرور كهذا الوقت، وقت ولادة إمام من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، لماذا لا أشعر بالفرح حقيقة لولادة الإمام؟ نحن نتفارح كما نتباكى في بعض الأحيان، نتفارح في كثير من الأحيان، لكن هل حقيقة شعر الواحد منا لولادة إمامه بفرح واقعي حقيقي يغمر كيانه، كما يشعر بالفرح مثلا عندما يولد له مولود بعد عقم لمدة سنوات، كما يشعر بالفرح عندما يصل إليه مثلا مبلغ كبير من المال، كما يشعر بالفرح مثلا عندما يتزوج ولده الذي كان لسنوات ينتظر أن يتزوج، لو كان ولده غائبا ثم عاد بعد سنوات، كان لا يعلم عنه شيئا ثم عاد. نحن قطعا أيها الأخوة وأيتها الأخوات نعيش في أيام حياتنا لحظات حقيقية للسعادة، تلك اللحظات الحقيقية لماذا لا نعيشها في ولادات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم؟ لماذا لا أعيش هذه الحالة في شهر دعيت فيه إلى ضيافة الله سبحانه وتعالى؟ نعم، نحن نبتسم في وجوه بعضنا، نقول إننا فرحون، نحاول أن نفرح ونقيم الأفراح، لكن أتحدث عن الفرح الحقيقي، الفرح الذي يشعر به الإنسان كما يشعر بالألم. كيف عندما يؤلمني سني، ضرسي، يؤلمني رأسي، هذا الألم لا ينفك عني، لا يستطيع أحد أن يزيله عني، هذا النوع من الفرح، هذا النوع من السرور. ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب يذكر أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، الذي نعيش أيام ولادته الميمونة والمباركة، كان إذا توضأ ارتعدت مفاصله واصفر لونه. والسؤال الذي أطرحه على نفسي: لماذا الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه يعيش مثل هذه الحالة عندما يريد أن يتوضأ وأنا لا أعيشها؟ أنا لا أعيش حتى أثناء الصلاة، أنا أكافح نفسي وأجاهد نفسي في الصلاة لكي أتمكن من التوجه فقط، لكي لا أصاب بشرود الذهن من أول الصلاة إلى آخرها، هذا يحتاج إلى عناء، يحتاج إلى مجاهدة كبيرة مني. بينما الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه إذا أراد أن يتوضأ ارتعدت مفاصله المباركة واصفر لونه. وهنا الإمام لا يعيش حالة تصنعية، هو يعيش حالة قهرية لا يمكن أن يبتعد عنها أو تنفك عنه، كالذي يصاب بألم في معدته لا يستطيع أن يأخذ هذا الألم هكذا ليزيحه جانبا ويقول تخلصت من الألم، هو في داخله لا ينفك عنه، يجب أن يعالج أسبابه.
الإمام الحسن يعيش مثل هذه الحالة. في الرواية أنه عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه حج 25 مرة ماشية، ونحن نشترط لكي نذهب إلى الحج أن نذهب بالطائرة وأن يكون الفندق خمسة نجوم وأن تكون الخدمة كذا وكذا. في الرواية أنه خرج من ماله مرتين، وقيل قاسم الله عز وجل ماله مرتين، وقيل ثلاث مرات. وأنا عندما أريد أن أتصدق بألف تومان ينشلع قلبي مع الألف تومان قبل أن أعطيها للفقير. لماذا؟ حالات يعيشها بعض الناس أنا لا أستطيع أن أعيشها، وإذا أردت أن أعيشها أحتاج إلى مكابدة كبيرة. عندما يطل مثل شهر رمضان يحل علينا حدث جديد، نعم قد يعيش الواحد منا حالة من الحماسة، أريد أن أقرأ القرآن، أريد أن أختم آياته، أريد أن أقرأ الأدعية، أريد أن أقوم في السحر، أريد 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 أريد، تنفعل نفسي إلى حد الانفجار. ولسان حال الواحد منا كما يقول الشاعر: رمضان أقبل يا فتى شمر له ودع الكسل، صم يومه زد في تقى، قم ليله واهجر الملل، ناجي إلهك في الدجى، ذرف دموعا للمقل، اهجر ذنوبك ما بقي من العمر قدر ما رحل. إلى هذا الحج يتضخم الأمر في ذهني، إلى هذا المقدار يتضخم الأمر في ذهني، أريد أن أفعل هذا وذاك وذلك. ثم لماذا بعد أسبوع من دخول شهر رمضان تبرد الهمة وأبدأ بالتقاعس؟ في اليوم الأول كنت أقرأ جزءا من القرآن الكريم، ثم أتنزل إلى نصف جزء، ثم أتنزل، ثم قد أترك أصلا القراءة إلى آخر الشهر. في ليالي القدر أيضا الأمر كذلك، نريد أن نحيي، نريد أن نتوجه، نريد أن نبكي، لكن قد لا أستطيع أن أفعل هذه الأمور. لذلك أرى نفسي أنني بعد ساعة أو ساعتين من الإحياء قد أصبت بالنعاس، أتكئ على جانب الأيمن تارة، أتكئ على جانب الأيسر أخرى. أصلا حتى في الصور على التلفاز من حولنا نرى أننا قد نضجع على ظهورنا، ننام. لماذا نعيش مثل هذه الحالة مع أننا جئنا للإحياء، للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، للعيش بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ في ليالي القدر ونحن مقبلون عليها إن شاء الله، إن أعطانا الله عز وجل عمرا، نرى بعض الأخوات يأتين سافرات لإحياء ليالي القدر. من المفترض أننا في ليلة القدر نريد أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كيف تستطيع هذه الأخت، هذه الفتاة، هذه المرأة أن تأتي وتقف بين يدي من تريد أن تتقرب إليه بصورة تبعدها عنه؟ ما المشكلة؟ لماذا نعيش مثل هذه الحالات؟ ابن طاووس مثلا رحمة الله تعالى عليه في إقباله ينقل فيما يرتبط بدعاء البهاء، دعاء السحر، ينقل هذه الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: لو يعلم الناس من عظم هذه المسائل عند الله وسرعة إجابته لصاحبها لاقتتلوا عليها ولو بالسيوف. لعلي لا أقرأ دعاء البهاء طيلة شهر رمضان، أصلا لا ألتفت إليه، لا أكترث له، مع أن الإمام يقول لاقتتلوا بالسيوف. لا أريد أن نقتتل بالسيوف، أريد فقط أن أفتح وأقرأ، والكتب متوفرة بين أيدينا، على الهاتف يمكن أن أستمع هذا الدعاء، الكتاب موجود بين يدي، على التلفاز يبث في أوقات معينة يمكن أن أستمع له، لكنني أرى نفسي باردة تجاه هذا الأمر. بل قد يصاب الواحد منا في بعض الأحيان بنوع من النفور والاشمئزاز، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم، ينفر، أصلا لا يريد أن يصوم شهر رمضان، لا يريد أن يقبل عليه شهر رمضان. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه الذي نعيش ذكراه بقي وحيدا،
في بيته كان وحيداً، في مجتمعه كان وحيداً، أنصاره تفرقوا من حوله وصفوه بأنه مذل للمؤمنين، لكن حماسه لم يخمد، لكن نشاطه لم ينطفئ، بقي إلى آخر لحظة من حياته صلوات الله وسلامه عليه على نفس الوتيرة وفي نفس الاتجاه ويعمل للهدف نفسه. لماذا أنا لست هكذا؟ الإمام الخميني قدس الله تعالى نفسه الزكية قالوا جاء السفاك رجال الاستخبارات وأرادوا أخذه إلى طهران، فكان هو يهدئ روعهم في السيارة بدل أن يهدئ روعه. لماذا يضطربون ولا يضطرب؟ عندما كان عائدا من فرنسا يقول طبيب القلب الذي كان معه في الطائرة نبض قلبه ضغط دمه لم يتغير، مع أنه جاء ليقيم ثورة، مع أنه كان في معرض أن تقصف طائرته. أنا إذا أردت أن أرتقي المنبر لألقي كلمة أمام بعض الأشخاص يرتجف صوتي وترتعد فرائسي، بين يدي الله لا يحصل لي هذا، بين يدي الناس نعم يجف حلقي ويتتعتع لساني وأرتبك. طب لماذا الإمام الخميني لم يكن على مثل هذه الشاكلة؟ أحدهم من باب المزاح، أحدهم لا يصلي ولا يصوم، لكن دعي إلى إفطار فلبى دعوة الإفطار، فسئل ما أنت لا تصوم لماذا تأتي إلى الإفطار؟ فقال لست كافرا إلى هذا الحد لكي لا ألبي الإفطار، نعم لا أصوم لا أصلي صحيح، لكن لست كافرا إلى هذا الحد. مثل هذا الشخص لماذا يستطيع أن يعيش مثل هذه الروحية بين يدي الله عز وجل، مثل هذه الفكرة بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ قصة واقعية أنقلها لكم. أحدهم يعمل في الصيرفة، رجل لبناني يعمل في الصيرفة، ذهب إلى بيته أخذ غلته معه إلى البيت، مجموعة من الدولارات وضعها في جيبه، علق سرواله خلف الباب، باب مدخل البيت، ودخل للصلاة. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، طرق الباب. أثناء صلاته نادى زوجته يا فلانة السروال، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أكمل صلاته. طب كيف يستطيع أن يعيش مثل هذه الحالة بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ أنت الآن بين يدي الله لتكلم الله عز وجل، أم أنت مع سروالك؟ الإمام زين العابدين ينقل لنا التاريخ أنه عندما وقع ولده في البئر لم يلتفت الإمام، كان غارقا في صلاته لم يلتفت، انتشلوا ولده من البئر أنقذه الله سبحانه وتعالى، لكن الإمام لم يلتفت. أنا لماذا ألتفت؟ لماذا أعيش الحالة التي من حولي بكامل تفاصيلها ولا يحصل عندي انقطاع لله سبحانه وتعالى؟ وبالتالي ما أريد أن أستفهم حوله هو أننا نتقلب من حال إلى حال، من حالة الحماسة للعبادة مثلا إلى حالة البرودة، وقد ينتقل الحال إلى حالة النفور. هلا إذا لم يحصل عند النفور هذا لا يعني أنه لا يحصل عند الآخرين، نحن نتحدث عن حالة ترتبط بالناس من حولنا، سواء أكان هذا الشخص مسلما أم ليس بمسلم. البحث عموما عام جدا ويمكن تطبيقه في الكثير من في كل ميادين حياتنا، لكن بحسب مناسبات الحكم والموضوع، بحسب المناسبة التي نعيشها نضرب الأمثلة من العبادة من الصوم ومشاكل، وإلا إذا لاحظنا آلية البحث ومادة البحث نرى أنه يدخل في كل تفاصيل حياتنا. حتى أقول أكثر من هذا، هذا البحث يرتبط بسلوكيات الإنسان سواء أكانت تلك السلوكيات حقا أم باطلة. عابد البقر قد يكون متحمسا لعبادة البقر وقد يفتر عن عبادة البقر وقد يكره بعد مدة عبادة البقر، لا يختلف، والسؤال يجري فيه لماذا؟ كما يحصل معي يحصل معه. وبالتالي ما سنذكره أيضا من أسباب ومن علاجات للمسألة تجري في وفيه على حد سواء من دون أي فرق. طيب إذن نحن نعيش حالات ننتقل فيها من إلى ومن إلى آخر إلى أن نصل من الحماس إلى حالة النفور والبغض مثلا. لماذا؟ في علم النفس يذكرون بعض الأسباب،
ترتبط بعالم الإدارة، ترتبط بعالم العمل والعمال والشركات ومشاكل. خيبة الأمل، قد أكون متحمساً للقيام بعمل ما، لكن قد أصاب بخيبة أمل فينقلب حالي من حال إلى آخر. فقدان القدرة على التحمل، وهنا أريد من الأخوة والأخوات أن يلتفتوا إلى هذه الأسباب بالقياس إلى الله سبحانه وتعالى. الوقت يضيق عن أن أشرح كل واحدة منها، لكن يمكن للأخوة أن يلتفتوا، هل يمكن أن نصاب بخيبة أمل من الله سبحانه وتعالى؟ هل يمكن أن يكلفنا الله سبحانه وتعالى بما لا نستطيع لكي نقوم بردة فعل سلبية فنصاب بالبرودة أو نصاب بالنفور من الله سبحانه وتعالى وتشمئز قلوبنا والعياذ بالله إذا ذكر وحده أم لا؟ عدم الرضا عن الواقع الذي يعيشه الإنسان يجعله ينفرد، يجعل همته تبرد، يجعل عزيمته تنفسخ، لا يريد أن يكمل العمل. عدم تقدير الطرف الآخر للعمل الذي يقوم به، بالتالي هل الله سبحانه وتعالى لا يقدر أعمالنا أم يجازينا على أعمالنا أم يضاعف لنا أعمالنا أم يبدل سيئاتنا إلى حسنات؟ طب إذا كان الأمر هكذا بناء عليه، لماذا تبرد همتي تجاه الله سبحانه وتعالى؟ نفس هذه الأسباب في الأدبيات الإسلامية القرآنية ذكرت بنحو آخر. إذا جئنا إلى القرآن الكريم، ونحن الآن في شهر القرآن الكريم، في ربيع القرآن الكريم، من الجدير بالواحد منا عندما يتلو آيات الله سبحانه وتعالى أن يضع هذا الموضوع نصب عينيه وليراقب الآيات القرآنية ليستخرج تلك الآيات التي تذكر أسباباً لفتور العزيمة أو لانقلاب الإرادة إلى إرادة سلبية تجاه العمل العبادي وتجاه الله سبحانه وتعالى. مثلاً الله سبحانه وتعالى يتحدث في كتابه المجيد عن أن عدم الإيمان بالله واليوم الآخر سبب لتبدل حالة الإنسان من حال إلى آخر. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. التردد في الشك، التقلب في الشك. طب لماذا تستأذنون؟ إذا كان تكليفكم الخروج مع النبي إلى الحرب والقتال، فلماذا هذا التعكز على الإذن؟ لماذا هذا التذرع؟ إذن همة باردة، لا يوجد حماس للخروج مع النبي صلى الله عليه وآله إلى الحرب. عدم الإيمان بالآخرة، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب من؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة، هؤلاء أنفسهم. وإذا ذكر غير الله كيف هي حالتهم؟ وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، ينقلب حالهم من الاشمئزاز إلى الاستبشار، إلى البشرى، إلى السعادة، إلى السرور. لماذا؟ ما السبب في هذا؟ عدم الإيمان بالآخرة هو السبب الذي يجعلهم يشمئزون لذكر الله أو من ذكر الله سبحانه وتعالى ويستبشرون بذكر غيره عز وجل. طيب، وهنا تمهيدا للدخول في الفقرة اللاحقة، أرجو من الأخوة أيضا أن يلتفتوا إلى أنه هل عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو السبب التام لهذا السلوك ولهذا التبدل للحال؟ عدم الإيمان بالآخرة هو العلة التامة أم يوجد من ورائه علة أخرى فيكون هذا علة وسطية بالنسبة لهذا المعلول؟ حب الحياة الدنيا، يا أيها الذين آمنوا، حتى الخطاب للمؤمنين: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ لماذا؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة تفضيل الدنيا على الآخرة؟ لماذا يفضل الإنسان منا الدنيا على الآخرة؟ وهل هذا التفضيل هو العلة التامة أم يوجد من ورائه سبب وعلة أخرى؟ النفاق، قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. من أمثال أقوم كسول وأخر الصلاة، وإذا قمت بعد التسويف
لا جلادة لي على الصلاة، وإذا وقفت فيها لا أستطيع أن أتوجه في هذه الصلاة. سسمي المحراب محرابا لأنه مكان للحرب والقتال، محراب الصلاة في المسجد لأنه مكان للقتال والنزاع ما بين النفس الأمارة وما بين النفس اللوامة أو النفس المطمئنة، ما بين جنود الرحمن وجنود الشيطان. هنا يقع القتال، يقع ما بين العقل وما بين النفس الأمارة بالسوء. من الذي يريد أن يسيطر على هذا المصلي وإلى أين يريد أن يأخذه؟ طيب، إذا تأملنا ما ذكر في علم النفس من خيبة أمل إلى عدم رضا إلى عدم قدرة على التحمل وما إلى ذلك، إذا ما لاحظنا ما ذكر في القرآن الكريم والآيات كثيرة، نذكر فقط أمثلة ونماذج منها، يمكن أن نعيدها إلى سبب واحد أيها الأخوة أيتها الأخوات. ما هو هذا السبب؟ أن أعيش خيبة أمل من الله سبحانه وتعالى، يعني أنني لا أعرف الله سبحانه وتعالى، وإلا من يعرف الله لا يعيش خيبة أمل من الله. أن أعيش برودة لأنني أعتقد أن الله كلفني بما لا أطيق. لا يكلف الله نفسا إلا وسع، هذا يعني أنني لا أعرف الله سبحانه وتعالى، ولهذا أشعر أن الله سبحانه وتعالى يكلفني بما لا أستطيع، ولذلك كيف أمتثل أمرا لا أستطيع امتثال. لا قدرة لي على الصيام في درجة حرارة مثلا تبلغ 50 درجة في الصيف القائض، لا أستطيع. لا أتحمل الحجاب في الصيف لأنه يجعل بدني يتعرق، لأنه يحبس عني بعض الهواء، ولأنه هذا تكليف بما لا يطاق. أن يحبس الله عز وجل جمالي عن أن يراه الآخرون، هذا تكليف بما لا يطاق، لا أستطيع أن أتحمل هذا. إذن المشكلة في الواقع، إذا حللنا هذه الأمور ترجع في الواقع إلى المعرفة. هنا أنقل للأخوة والأخوات كلمة هي في الواقع نتيجة لبحث قام به سماحة آية الله الشيخ مصباح اليزدي رحمة الله تعالى عليه فيما يرتبط بهذا الموضوع بالذات، دراسة في آيات القرآن الكريم وصل فيها إلى هذه النتيجة. يقول ما تعريبه: يرتبط الإيمان بالله تعالى في الرؤية الدينية ارتباطا وثيقا بالمعرفة، ويتفرع عليها أيضا العمل بالأوامر الدينية على اختلاف مراتبه، العمل النشيط، العمل بحماس، والعمل ببرودة، والنفور من الأعمال الدينية، كله يرتبط بالمعرفة. الإنسان عدو ما جهل، لذلك ينفر. إذا لم يعرف الله لماذا يستيقظ لصلاة الصبح بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ إذا لم تعرف الله لماذا ترتدي حجابها بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه يقول: العالم محضر الله فلا تعصي الله في محضره. ما أنا أصلا لا أشعر بهذا الإله في هذا العالم، لا أشعر به، فلماذا لا أعصي؟ العالم محضر الله لمن يشعر، لمن يعرف، وأنا لا أعرف. أنا في الواقع لا أعرف، لا أشعر قد أشعر بوجود شخص خلف الجدار، قد أشعر بوجود عدو، قد أشعر بوجود سارق قد يأتي ليسرق سيارتي، لكنني لا أشعر بالله سبحانه وتعالى على رغم شدة ظهوره ووجوده عز وجل، ولذلك كيف ألتفت إليه سبحانه وتعالى؟ طيب، إذن المشكلة، كل المشكلة في موضوع المعرفة. نريد أن نركز على معرفة الله سبحانه وتعالى. الآن قد يقول قائل: هذه إلى الآن مجرد دعوة، هل يوجد من دليل على هذه الدعوة إرجاع السلوك العملي إلى المعرفة على اختلافها؟ وأعود وأكرر: معرفة صحيحة أم خاطئة لا يختلف، سلوكنا العملي ينشأ من عقائدنا، من معارفنا. الذي يعبد البقرة لأنه يعرف شيئا مقدسا عن البقرة، الذي يعبد الأفعى، الذي يعبد الفأرة، الذي يعبد الشمس، الذي يعبد الحجر أو الشجر، لأنه يعرف شيئا عن هذه المخلوقات فيتوجه إليها بالعبادة، يعرف أنها بمنزلة الإله أو أنها واسطة إلى الإله الذي يؤمن به، كالذي يعبد بوذا مثلا، واسطة، الذين كانوا يعبدون الأصنام واسطة ليقربون زلفة، واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. لولا أنه يعرف له قداسة لا يتوجه إليه بالعبادة. وكذلك من ينفر بالحد الأدنى
يجهل، كمشكلة الملحدين اليوم يجهلون، لا يوجد عندهم دليل على عدم وجود الله سبحانه وتعالى، مشكلتهم في أنهم لم يستطيعوا بحسب دعواهم إيجاد دليل يثبت الله سبحانه وتعالى على مبانيهم، على طريقة تفكيرهم، وإلا دليل على العدم لا يوجد عندهم. ولو بهذا المقدار يجعل الإنسان منا إما في حالة نفور، في حالة بغض وكراهية، وإما في حالة ماذا؟ في حالة فتور. الأدلة يمكن أن نقسمها إلى قسمين، أدلة نقلية وأدلة وجدانية. سأركز الآن على الدليل النقلي فقط، الوجداني يأتي غدا إن شاء الله عندما نتحدث عن آثار المعرفة، لأننا في الحديث عن آثار المعرفة يمكن بنفس الصياغة، بنفس التقريب، بنفس الكلمات أن نصيغها على شكل دليل كما نصيغها على شكل أثر، لا يختلف الأمر من هذه الناحية. الأدلة النقلية في القرآن وفي الروايات، آية تشكل لنا الضربة القاضية في هذا الموضوع، أصلا لا نحتاج إلى غيرها، سنذكر غيرها لكننا لا نحتاج إليها. حال من أحوال المؤمنين، يقول تعالى، الآية نعرفها جميعا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. تمام، شد نقطة على آخر السطر. المعرفة، العلم. طب غير العلماء ما هو دورهم؟ ما هي سلوكياتهم؟ ما هو توصيفهم؟ لا شيء، يصفهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنهم همج رعاع، همج رعاع. أنا إن لم أتحلى بالعلم فأنا من الهمج الرعاع الذين يميلون مع كل ناعق. في الرواية نقلها الشيخ الصدوق في الخصال رحمة الله تعالى عليه عن كميل بن زياد قال: خرج إلي علي بن أبي طالب عليه السلام فأخذ بيدي وأخرجني إلى الجبان وجلس وجلست، ثم رفع رأسه إلي فقال: يا كميل احفظ عني ما أقول لك، الناس ثلاثة: عالم رباني، علم معرفة، ومتعلم على سبيل نجاة، علم ومعرفة، وهمج رعاع. ثلاث أقسام، إما أن أكون من الأول، إما أن أكون من الثاني، وإما أن أكون من الثالث، ولا رابعة، وما بعد الحق إلا الضلال. إما في خندق العلم والمعرفة، وإما في خندق الهمج الرعاع، يقودني الصرخي ويفعل بي ما يفعل، ويقودني ابن سلمان ويفعل بي ما يفعل، ويقودني حمد ويفعل بي ما يفعل، ويقودني بايدن ويفعل. لماذا؟ لأنني جاهل، لأنني لا أعلم، لأنني لا أعرف، لأن الله سبحانه وتعالى هو مجرد كلمات ألقلقها على لساني، لكنني لا أعرف الله، لكنني لا أعرف هذا الإله، لكنني لا أعرف ما صفاته، لكنني لا أعرف أصلاً كيفية وجوده عز وجل من حولي. كيف هو الله؟ كيف هي علاقتي؟ كيف هو ارتباطي؟ ما هي علاقته بي؟ إخوانا الأعزاء، كم يعجز الواحد منا عندما يسأله أولاده أبناؤه الصغار عن الله سبحانه وتعالى ويتلعثم؟ لماذا لا نستطيع أن نجيب أولادنا؟ الكثير من الأمهات، الكثير من الآباء يأتون ويسألون: أن ولدي سألني السؤال الفلاني عن الله سبحانه وتعالى، لم أستطع أن أجيبه. لأنك لا تعرف الله، فكيف تجيبه؟ فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان الأب لا يعرف الله، إذا كانت الأم لا تعرف الله سبحانه وتعالى، فكيف تربي أولادها على التوحيد؟ وكيف يربي أولاده على التوحيد؟ مشكلتنا هنا أيها الأخوة وأيتها الأخوات، مشكلتنا واقعا أننا لا نعرف الله سبحانه وتعالى، وبالتالي من لم يعرف الله عز وجل كيف يستطيع أن يتوجه إلى هذا الإله وأن يكون نشطا متحمسا مدركا؟ شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، في شهر ضيافة الله سبحانه وتعالى كيف يكون حالي؟ شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، هذه العبارة أيها الأخوة وأيتها الأخوات يمكن أن نحتمل فيها احتمالين. المشهور الذي نفهمه والذي نتداوله عادة هو أن الله سبحانه وتعالى يستضيفنا، شهر يستضيفنا الله سبحانه وتعالى فيه، دعيتم فيه إلى ضيافة الله سبحانه وتعالى، من باب إضافة المصدر إلى فاعله، فالله فاعل، إذ قد يضاف المصدر إلى الفاعل وقد يضاف إلى المفعول. فلولا دفع الله الناس
بعضهم ببعض. دفع الله، الله هو الذي يدفع هنا، الدفع مصدر، دفع الله من باب إضافة المصدر إلى الفاعل، الله عز وجل هو الدافع. ولله على الناس حج البيت من استطاع، حج البيت الفاعل هو المستطيع، المفعول به والمحجوج إليه هو البيت. طب هنا شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، هو من باب إضافة المصدر إلى الفاعل أم إلى المفعول؟ والمعنى يختلف كثيرا. من باب إضافة المصدر إلى المفعول، هذا الذي نفهمه عادة أن إلى الفاعل، هذا الذي نفهمه عادة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يريد أن يستضيفنا، فنذهب ونبحث كيف ندخل في ضيافة الله سبحانه وتعالى. لكن ماذا لو كان المراد بهذه العبارة إضافة المصدر إلى الفاعل أم إلى المفعول؟ هذه المرة إلى المفعول، أن الله عز وجل هو المستضاف. من المضيف؟ أنا وأنت، أنا أستضيف الله وأنت تستضيف الله، فيصبح الله مستضافا هنا. شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، يعني أيها المؤمنون أيها المسلمون في هذا الشهر يجب أن تستضيفوا الله عز وجل. وكيف تتم ضيافة الله سبحانه وتعالى؟ نحن في شهر رمضان ننشغل بملء بطوننا، ننشغل بمشاهدة المسلسلات التي تسمى بالرمضانية، تكثر إفطاراتنا، تقف المرأة في المطبخ 10 ساعات بدل أن تقف ساعة واحدة في غير شهر رمضان. ومع مثل هذه الحالات كيف نستضيف الله سبحانه وتعالى؟ كيف يحل علي ضيفا؟ هناك أنا أدخل في ضيافة الله سبحانه وتعالى، وهنا هو يدخل في ضيافتي. لكن لكي يدخل الله سبحانه وتعالى في ضيافتي، لهذا مقدماته تعتمد على معرفتي بالله سبحانه وتعالى. من هو هذا الضيف؟ إذا كان هذا الضيف غير مادي وكل اهتمامي في شهر رمضان بالطعام والأمور المادية، فأي استضافة لله عز وجل لي في شهر رمضان؟ من أوله إلى آخره لم أستضف الله سبحانه وتعالى. إذن دخلت وخرجت كما دخلت، بل قد يكون حالي أسوأ مما دخلت. لا فائدة من هذه العبادة حينئذ. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى هذا الموجود المجرد عن المادة. أنا كل ما أعمله في شهر رمضان هو اهتمام بالمادة. طب إذن كيف أستضيف الله سبحانه وتعالى؟ لماذا أهتم بالمادة وبالطعام والطبخ والمطبخ؟ لأنني لا أعرف الله، لأنني لا أعرف ضيفي، فلا أعرف كيف أستضيفه عز وجل لكي يحضر إلى ضيافتي. وإذا كان المراد هو هذا المعنى، يعني إضافة المصدر إلى المفعول، هنا تتضح أكثر بكثير إخوتنا الأعزاء أخواتنا الكريمات قضية مقدمية شهر رجب وشهر شعبان على شهر رمضان، والبرنامج العبادي الذي يسبق ماذا؟ استضافة الله عز وجل في شهر رمضان، أن نستضيف الله سبحانه وتعالى. القلب حرم الله، فلا تسكن حرم الله غير الله. في شهر رجب وفي شهر شعبان علينا أن نفرغ هذا القلب من كثير من الأمور، من النفاق، من الرياء، من الشرك، من حب الدنيا، من حب الرئاسة. لماذا؟ لأن هذا القلب هو البيت الذي ينبغي في شهر رمضان أن نستضيف الله سبحانه وتعالى فيه. هو الشهر الذي هو القلب الذي ينبغي أن نحضر به في ليالي القدر لنقرأ به تلك الكلمات وتلك الأدعية وتلك الأسماء والصفات التي فيه، مثل دعاء الجوشن الكبير، الغوث الغوث، خلصنا من الدعاء يا رب. لماذا؟ لماذا؟ ذلك النشاط، ذلك السرور، تلك البهجة، ذلك القرب الذي ينبغي أن أعيشه مع الله سبحانه وتعالى أنا لا أشعر به في هذا الدعاء. لماذا؟ لأنني في الواقع لا أعرف الله سبحانه وتعالى، لا أعرف هذا الضيف الذي يريد أن يحل علي. في المناجات الشعبانية وأقبل علي إذا دعوتك، أنت أقبل، هو ضيفي، هو الذي يأتيني، هو الذي يحل علي، ولست أنا من أحل عليه.
لكن المشكلة أن الله سبحانه وتعالى ليس محلاً للحوادث والتغير والتبدل، ففي الواقع من هو البعيد عن الله سبحانه وتعالى والذي ينبغي أن يحصل فيه التغير والتبدل؟ من هو الذي يمتلك تلك الحجب وتلك الموانع وتلك الستائر وتلك الأدران؟ هو أنا. فقبل حلول شهر رمضان، لكي يحل الله سبحانه وتعالى ضيفا علي، يجب أن أجهز نفسي بالمعرفة. ولذلك في ليالي القدر الآتية أيها الأخوة وأيتها الأخوات، يجب أن يبدأ إحياء الفكر قبل إحياء النفس والعاطفة، قبل أن أبدأ بالبكاء في دعاء أبي حمزة الثمالي، يجب أن يبدأ إحياء هذا العقل بين يدي من أبكي. أصلاً لماذا أبكي لله؟ أصلاً من هو الله لكي أبكي له؟ لماذا؟ ما لم تنحل هذه المشاكل وترتفع هذه الشبهة وتتضح هذه الأمور، حتى هذا البكاء يفيدني فوائد سرعان ما قد تزول. لذلك نرى إخوتنا الأعزاء أن الواحد منا ليس فقط أنه قد لا يستفيد من مثل هذه العبادات. شوف من أحد المشاهد التي يصورها بعض الأخوة، الطائرة التي عاد بها الإمام الخميني من فرنسا إلى إيران، كم كان على متنها وكم بقي على النهج وعلى الخط المستقيم إلى الآن؟ كم انحرف منهم؟ لماذا؟ منهم العلماء، ومنهم المعممون، منهم كلهم متدينون، كلهم ثائرون، وما الذي يمنع أن أكون أنا في يوم من الأيام على هذه الحالة وعلى هذه الشاكلة؟ ما الذي يضمن أن لا أنحرف مع كل هذه العبادات وهذه الإحياءات وهذه الليالي وهذه الأعمال التي قمت بها؟ من أدخله الرجال في الدين أخرجه الرجال، لكن من دخل عن معرفة تزود الجبال ولا يزول. هذا فرق كبير جدا. إذن المشكلة في المعرفة أيها الأخوة وأيتها الأخوات. أختم بهذه النتيجة، وهي أنه كل مشكلة نعاني منها بغض النظر عبادية أم غير عبادية، عندي مشكلة مع زوجتي، بنتي لا تستيقظ على صلاة الصبح، ابني مدمن على الإنترنت، جاري مثلا يرتكب الموبقات، أريد أن أغزو الغرب بالدين الإسلامي المحمدي الأصيل، من أين يجب أن نبدأ؟ من المعرفة. وكل بداية غير هذه نكون قد بدأنا خطأ. يجب أن نهندس الفكرة أولا. إذا لاحظنا حركة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، حتى الذين ارتكبوا بحسب التعبير القرآني أخطاء، من آدم إلى ذنون، وذنون إذ ذهب مغاضبة، ذنون الذي ذهب مغاضبة ماذا كانت مشكلته؟ معرفية، فظن أن لن نقدر عليه. آدم ماذا كانت مشكلته عليه السلام؟ أيضا مشكلة معرفية. هل المشكلة المعرفية كيف نجعلها تنسجم مع العصمة أو لا؟ هذا بحث آخر، لكن في نهاية المطاف المشكلة على مستوى المعرفة. ولذلك داوني بالتي كانت هي الداء. إذا كانت المشكلة ناشئة من المعرفة، نعكس الأمر ونبدأ في العلاج من المعرفة أيضا. وما عدا ذلك أريد أن أتوجه، نعم اذهب وصلي في مكان خال لا ضجيج فيه، مكروه أن تصلي ويوجد أمامك صورة، نعم صحيح، لكن هذه كلها أمور فرعية. ما لم أعرف الله سبحانه وتعالى، حتى لو لم تكن الصورة أمامي على الحائط، هناك ملايين الصور، هناك ملايين الأفاعي، ملايين الحيوانات، ملايين الدولارات، ملايين البنوك المركزية هنا في قلبي تشغلني عن الله سبحانه وتعالى. أصلا لا أحتاج إلى الصورة التي أمامي على الحائط لأنشغل عن الله عز وجل. حتى لو صليت في الظلمة أصاب بشرود الذهن، حتى لو صليت في الظلمة لا أرى شيئا أمامي، في الظلمة سوف أتعثر عن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، في الظلمة سوف لن أتوجه إليه عز وجل. لماذا؟ لأن مشكلتي معه عز وجل أنني لا أعرفه، ولو عرفته حتى لو كنت منشغلا، حتى لو كان عليه السلام منشغلا في أوج وذروة المعركة في صفين، يقف للصلاة بين يديه ولا ينساه سبحانه وتعالى. أصلا نحن إنما نقاتلهم من أجل هذه الصلاة، لا ينساه عز وجل ولا يستطيع أن
يلتفت إلى غيره سبحانه وتعالى. وبالتالي البداية من المعرفة، وكل ما عدا ذلك ينبغي أن نضعه في مراتب متأخرة يمكن أن نتحدث عنها فيما يأتي إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم والعمل الصالح. اللهم عرفنا نفسك، البداية من الله سبحانه وتعالى، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. همج رعاع، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل.